أنا فادية البرغوثي، يعني حاليا موجودة كمواطنة فلسطينية وناشطة وزوجة أسير ووالدة أسير. بداية جاءت هذه الصفقة بعد يعني سنوات من الترقب وأحيانا فقدان الأمل وأحيانا اليأس، ومن ثم يرتفع الأمل لدى شعبنا الفلسطيني في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. جاءت العديد من الوعود بتبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين، تجدد هذا الأمل وأصبح يقينا بأن السجون الإسرائيلية ستخلو من الأسرى الفلسطينيين. اليوم تم تبييض سجن الدامون، وهذا ليس بالأمر القليل أن يتم تحرير كافة الأسيرات الفلسطينيات. شعبنا الفلسطيني ينظر لهذا الإنجاز، هذا نصر للمقاومة، هذا نصر لصمود غزة وشعب غزة، هذا نصر لغزة ومقاومة غزة، لهذه الدماء التي سكبت لتحرير هذه الثلة من الحرائر ومن الأشبال، وعلى طريق تحرير باقي الأسرى. شعبنا الفلسطيني سعيد جدا بهذه الصفقة وبهذه الهدنة، وهو يتطلع لأن تكون هذه الإنجازات بداية إنجازات عديدة، على رأسها فتح الحصار عن غزة، وقف هذه الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في غزة، وأن ينظر العالم لأطفال غزة ونساء غزة، أن تكون هذه بداية وبشائر النصر إن شاء الله. خلدون برغوثي، مختص في شأن الإسرائيلي، يعني الشارع الإسرائيلي أولا يريد الإفراج أو إطلاق سراح الإسرائيليين كأولوية عليا بالنسبة له. الطريقة ربما ليست مهمة بمعنى صفقة شاملة عمليات عسكرية، المهم أن يخرج الإسرائيليون. الميل الأكبر إطلاق سراح الإسرائيليين دون المساس بهم عبر وقف العمليات الحربية، وهذا ما تطالب به تحديدا أسر الأسرى الإسرائيليين ومعظم الشارع الإسرائيلي. يعني ما يحدث من تبعات ذلك، وقف إطلاق النار وغيره، ربما هناك اختلاف، هناك من يريد حل نهائي لأزمة غزة، هناك من يريد القضاء أو تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة المعلنة، وهناك ربما من يريد إنهاء القضية بشكل شامل، لكن هناك رغبة أيضا في الانتقام مما حدث في 7 أكتوبر. لذلك الأوضاع متباينة حتى يتم ربما صياغة الصفقة الأكبر واتجاهاتها تصبح الأمور أوضح، خاصة أنه لم تصدر استطلاعات للرأي تبين المزاج الإسرائيلي من وقف إطلاق النار الحالي والتمديدات التي تحدث وإمكانية إنجاز صفقة كبرى. يعني على مستوى الشارع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي ما يحدث حدث كبير، المتابعة له شديدة عبر وسائل الإعلام التقليدية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا حدث غير عادي، حجم المشاهدة كبير جدا لدى الإسرائيليين، القنوات الإسرائيلية مفرغة عدد كبير من مراسليها في كافة المواقع، المتابعة طوال اللحظة يعني ربما زخم غير مسبوق، هناك حالة شد باتجاه الأحداث. الحدث في 7 أكتوبر وما تبعه أكبر من أن يستوعبه الإسرائيلي، لذلك استغرق وقت لاستيعاب الحدث وتبعاته، ونرى ذلك في المتابعة الشديدة وحتى الانقسام الشديد لدى الإسرائيليين، استمرار الحرب، الذهاب إلى هدنة وكل ما يتعلق بذلك.